بصوا يا رجال، انا هسألكوا سؤال، كل واحد سؤال، محدش يجاوب في دور الثاني الا ما اقول له. تمام. بص، اول سؤال، ما هي اول سوره نزلت على الرسول محمد صلى الله عليه وسلم؟ اول سوره نزلت على محمد، اقرا. سوره ايه؟ العلق. تمام كده، مظبوط. اول سؤال، السؤال بيقول، السؤال الثاني ليك، ما هي اول كلمه نطقها سيدنا ادم عليه السلام؟ سبحان الله. لا، سؤال، ما هي أول كلمة نطقها سيدنا آدم عليه السلام؟ في الكومنتات هم هيجاوبوا السؤال ده. السؤال بيقول، من هو النبي الذي فقع عين ملك الموت؟ النبي اللي فقع عين ملك الموت موسى. موسى الراجل ده. تمام يا جدعان، صح. السؤال التاني ليك، في أي عمر نزل الوحي على الرسول محمد صلى الله عليه وسلم؟ 40. صح، 40. ما شاء الله. السؤال لك انت بقى، من هو النبي الذي قبضت روحه في السماء الرابعة؟ السماء الرابعة. عيسى، سيدنا عيسى. لا، ادريس. ادريس عليه السلام، صح. السؤال ده لك انت، من هو الصحابي الذي لقب بأسد الله؟ أسد الله. عمر بن الخطاب رضي الله عنه. حمزة بن يوب. سؤال حلو يا جماعة، صح، حمزة. ما هي أول غزوة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ أحد. لا، بدر. سؤال، أول غزوة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ بدر. لا، خلاص، السؤال ده للناس هتجاوب عليه في الكومنتات. آخر سؤال بقى، ما هي السورة التي تلقب بعروس الرحمن؟ الفاتحة. العروس القرآن، العلق، رحمن. يا جدعان، طب بصوا بقى، آخر سؤال بقى واللي هيجاوب عليه يعني هو التوب بتاع اللي فيكم بقى، من هو النبي الذي آمن به جميع قومه؟ نبي نزل كده، ربنا أرسله القوم كلهم آمنوا به. نبي آمن بجميع قومه، عشان انت كنت بتبص. آمن بجميع قومه واسمعت الأنبياء كلهم قوموه على الدوم يعني. لا، مين بقى؟ ما تقول اختيارات. ده بس السؤال ده هنسيبه للناس في الكومنتات وهي اللي هتجاوب عليه. ادريس. تمام. لا هم هيجاوب عليه في الكومنتات.